هذه الدنيا بكل جمالها وعظمتها سوف تنتهي يوما ما، والشمس والنجوم أيضا سوف ينطفئ نورها، والجبال الشاهقة بكل هيبتها وشموخها سوف تصبح دكا، وستغور البحار، وهذه الغابات الجميلة ستصبح خضرتها كأنها حمم البراكين. عندها سيصبح الإنسان كالنملة التي غمرها الطوفان، يبحث عن مأمن له، يركض ويركض باحثا، يريد جنة المأوى فلا يرى إلا جسرا بينه وبين جنة ربه، وهذا الجسر يمنعه من الوصول إلى هذه الجنة.